اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا على القوم الكافرين، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن أعمال الصالحات توفنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وزينا بالقرآن، ومتعنا اللهم بالقرآن، وجملنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، وشجعنا بالقرآن، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأخرانا التي إليها موادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم متعنا برؤيانا، وأسعدنا اللهم بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفى. Yeah.
لا يغيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل الله.